السلام عليكم. شنو الهدف من تعرض الزوارق القطرية لفريق البحريني وهم يردين من تدريب يعني. وفي أماكن اللي فيه حسب الاتفاقيات والقوانين وهم اللي خالفوا الاتفاقيات، شنو الهدف؟ أول شيء مع كل احترام للشعب القطري اللي هم ضحية هالحكومة الفاسدة الفاسقة الخبيثة اللي خسروا هالشعب مقابل هالتصرفات الخبيثة والحقد علاقاتهم مع أهاليهم أصدقائهم حتى مصالحهم مع الدول الشقيقة والترابط الأسري والمحبة لبينهم بسبب شنو ولمصلحة من؟ باعوا الشعب، باعوا الديرة على هالكلاب اللي تعاونوا وياهم ووعدوهم، وحين شنو خسروا كل شيء. وطول هالسنوات الأخيرة هما كل الدول ذيلة مع المنظمة الإخوانشية الوسخين اللي عندنا في الخليج، أكثر ناس حق قلب أسود وسخين وصاخة والله، حتى الحيوانات يمكن أنظف منهم. شوفوا وين خسرتوا، حاولت تعدلون علاقات مع إسرائيل من تحت لتحت، وحين تطبيع من واحد تكلم ها مع تطبيع ما المسرحية خلاص هاي، لأن فشلتم، لأن أنتم أساس الناس فاسدين فاسقين. وإن الله وفقكم يبارك فيكم، وكل هالأمور ما لها أي علاقة بالمصالح العامة ولا مصالح الشعوب أو بالدين، أنت أكثر ناس وأنت متوسم، ولازم تعرفون أنت ما تواجهون الحكومة البحرينية، أنت راح تواجهون الشعب وكل الدول الخليجية اللي أنت تعادونهم نفس الشيء، راح تواجهون الشعوب. شوفوا التاريخ يا جماعة، تبي تعرف إنسان البحريني اللي أنت راح تواجه اللي نقلنا بالدم، إحنا نقصد الشيء يعني شنو بالدم، كل طريق كل زرنوب شاهد على إنسان البحريني، ارجع تشوف شجاعته، تشوف قلبه وعرصه على الوطن والأرض. وما راح نواجهكم بهؤلاء، راح نواجهكم بنسائنا، كل حرمة أو مرأة بحرينية عن ألف منكم، ومو بالأسلحة راح يواجهونكم، بالنعل على رأسكم هاي قدركم الوسخين كلاب. فشلتوا وراح تفشلون وتفشلون، لأن خلاص ما عندكم أي شيء، وهذا اللي واقفين تعبالكم محبة فيكم يلقذرين هاي حكومة الوسخة. واليوم قبل باصر يا رب أن تزول هالحكومة الوسخة القذرة اللي باعت شعبها، وراح توصلون هذا اللي تنازلون عنكم في أي لحظة، تلقذرين تعبالكم تسوون شيء عندهم أو قدر، هاي مصالحهم، قدر مصالحهم وحصلوا مصالحهم وخلاص، الديرة في يدهم وانتوا اللي بعتوا الديرة وحين دفعوا الثمن.